هذه أعتقد الساعات التي مضت ليلة أمس كانت هي المفترق الطرق الحقيقي، فيما إن كان هناك رد على الرد الإيراني أم لا. وأعتقد أن الصورة باتت جلية حتى هذه اللحظة، لا يستدل من ردود الأفعال الصادرة عن إسرائيل بأن على الأقل في المدى المنظور هناك نية للرد على ما وصفه الرئيس بايدن بأنه نصر، بمعنى أن تفشل 99% من المقذوفات الصاروخية، درونز، صواريخ بالستيك، كروز، أحصاها آخر إحصائية المتحدث باسم جيش إسرائيل 350 تحمل مازلته 60 طنا، هذه كلها فشلت. هذا يعني أنه صحيح إيران لأول مرة، هذه لم يفعلها خميني، لأول مرة خامنائي يصل في المواجهة في الشعارات التي تطلق ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وصل إلى مرحلة أولا التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام المسبق لإسرائيل بطبيعة الرد الذي استغرق 10 أيام، ودرونز بطيئة كانت ترصد، الناس العاديين رصدوها في جنوب العراق، وسط العراق، الأردن، وعلى الشاشات. هذا يعني أن هذا الأمر كان بالفعل متفق عليه ولا يصل إلى مرحلة أي خطأ في الحسابات، بمعنى أنه صحيح اجتمعت الحكومة الإسرائيلية، حكومة الحرب، بمعنى ليست فقط اليمين، ليس فقط نتنياهو، وإنما حتى خصومه السياسيين اجتمعوا، وكان الرد بأن بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس بايدن مع نتنياهو تم إلغاء الضربة. الآن هل صحيح أنها وصلت الأمور إلى أن الطيران الإسرائيلي كان في الجو وكاد أن يقصف إيران؟ أنا شخصياً غير مقتنع في هذه الرواية، وأعتقد أن الأمور كانت واضحة منذ البداية بأنها ضربة إيرانية، كما فضحهم الرئيس السابق والمقبل على الأرجح الرئيس دونالد ترامب بأنه بعد تصفية سليماني بدرون حقيقي، درون سريع صامت يقصف الهدف بلا أي مقدمات إعلامية ولا أي تسويفات. كانت الردود القادمة من إيران أيضا وعيد والكثير من الشعارات والهتافات، ولكنها انتهت بما وصفه الرئيس ترامب بأنه اتفاق مسبق بأن دعونا نضرب، لا بد أن نضرب، ولكن سيتفق على كيف يكون بعيدا عن أي أضرار حقيقية. هذا ما جرى، هذا ما جرى بالفعل. الآن هل تقوم إسرائيل بالاستماع والإنصات إلى صوت الرئيس بايدن وعدد من القادة الدوليين بأنه لا بد عن الكف عن التصعيد، أم أنه يسمع أصوات جون بولتون قبل قليل يقول أنه لا بد من رد إسرائيلي حاسم؟ هذا جون بولتون كان مستشار الأمن القومي لدى ترامب وقام بطرده بشكل محرج لأنه من الرؤوس الساخنة أو الحامية كما يقال. دعاة الحرب موجودين في كل المعسكرات وعلى كافة الساحات الإقليمية، بمعنى هناك من يدعو إلى مواجهة شمشونية سواء في إسرائيل ولا في إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى روسيا، الصين، هذه دول لا تريد حربا عالمية ثالثة، لا يستفزها هذه الضربات المتبادلة بين الطرفين. إن كانت حرب أوكرانيا وحرب قد تندلع من أجل تايوان لن تفضي بحرب عالمية ثالثة، فمن يعتقد سيكون واهما بأن هذه الأمور ستصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران أو إلى حرب إقليمية؟